السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ واش اخباركم؟ كي دايرين؟ مزيان؟ صحيحه مزيان؟ كي دايرين الوالدين؟ كلشي بخير يا ربي، كل واحد تخلي لوالديه. وعواشركم مبروكه. كما كتشوفوا غنقدم معكم هاد اللطه ديال الحوت، وصفه اللي هي بسيطه ولذيذه في نفس الوقت، وانتم جربوها. ونخليكم مع المكونات. وانتم كما كتعرفوا ديروا لي ابوني واشتركوا معايا في القناه، ومرحبا بكم كاملين. وقبلوا عليا، كنحتاجو هنايا 4 الحوتات مسولين مقادين كما كتشوفوا، عندنا شرائح ديال الطماطم، الفلفله هكا خضراء، عندكم حتى الحمراء ماشي مشكل، بطاطا هكا ورقيقه، خاصها تكون رقيقه حيت ندخلوها للفران راه ما سلقها ما حتى شي حاجه. عندنا هنايا مطيشه محكوكه صغيره باش ديرنا على حسب لاصوص. عندنا هنايا 2 معلقات ديال الحامض، حيت الحامض كيعطي حتى الحوت. هنايا عندنا ثومه مبشوره كما كتشوفوا، هنايا ما عندنا سوق صبور. عندنا في التوابل عندنا كمون اللي هو كيعطي الحوت لذة رائعه. عندنا هنا الفلفل الاسود البزار، هنا الخرقوم، خرقوم مطحون على اليد. عندنا هنا التحميره الملحه، سكنجبير، هذا الملون اصطناعي اللي بغى يديرو يديرو، ما بغاش المهم كل واحد واللي بغى يدير. ان شاء الله على بركه الله غنبداو نجيبو الصحن فاش التبصيل نديرو فيه خلطه فيه. بالنسبه لهاد الشريحه اللي عندنا هنا تاع الحامض غنديروها غير تزين. ديجا دايره الحامض في بسم الله على بركه الله. كنحتاجو المطيشه، توابل، ثومه زوينه في الربيع، الربيع صبروا ما عندوش حيت وليت كنقول الربيع، حنا عندنا في سلا كيقولوا الربيع. تحيه الناس ديال سلا. هنا في المنطقة ديال مكناس كيقولوا قصبور والمعدنوس، المناطق الاخرى الله اعلم شنو كيقولوا. المهم البلاصة فين بزاف هي مكناس، هي اليوم كاملين المغرب كامل. عندنا الزيت ما قلتوش، يعني غنديرو شوية زيت نباتي كما كتشوفوا، وزيت العود غنزيدو يعني بكتار شي شوية، ديروا شويه اكثر من زيت نباتي. بالله على بركه الله انا غنخلط بيدي بسم الله. كما كتشوفوا البطاطا عندنا حنايا في المغرب ولا حتى في البلدان الاخرين راه ما يمكنش نستغنى عليها، لان البطاطا كتمشي في كل شيء، فريت في لي سالاد، في كل شيء، اللي حاجه اللي بغيتيها فيها لما قلبتي كتلقاي الماكله اللي كنتي غتاكلي كتلقاي فيها البطاطا. المهم سمحوا لي باقا ما مولفاش مع الكاميرا وداك الشيء راكم عارفين، سمحوا لي قبلوا على اختكم وصافي. المهم كما كتشوفوا غنديروا هكا. وبعدا عندي واحد الملاحظه، يعني واحد الكلمه في حق الفلاحه، تحيه ليهم بزاف بزاف بزاف، وكيضربوا تاع المهره بزاف باش يوجدوا لينا بصله والبطاطا والزرع. المهم تحيه للفلاحه بزاف بزاف، لان انا الوالد ديالي فلاح، تحيه ليهم بزاف. هادشي علاش كنقول لكم البطاطا راه زوينه وكدار دائما في كل وصفه كاينه البطاطا. دابا غنديروا في الصينيه ديالنا شويه ديال الزيت، كما كتشوفوا بسم الله على بركه الله. المهم انتوما معانا غنستفوا هاد الشيء ان شاء الله ونرجع لكم. كما كتشوفوا معانا ملي
البطيطه ديالنا والفلفله والمطيشه. نجيبوا هاد الحوته واحد تقطعها هنايا على هكا تزين. قادوا الحوته ديالنا والكميه اللي غتجي. المهم راه مواتنا وجداتنا كانوا كيخدموا بيديهم، شي حاجه ديال اليدين راه كتجي لذيذه ماشي بحال. انا ما كنعرفش نخدم الا ما درتش بيدي، انا ما خدمتش بيدي ما كنعرفش. كدبوش على هذا الشكل المطيشه ديالنا. خليوها كما كتشوفوا، نزيدو عليها هاد لاصوص اللي بقى. داكشي راه مدغمر، سمحوا لنا على شهيناكم، كل واحد خير في دارو وهانتوما معنا ان شاء الله. ها انتوما كما كتشوفوا معنا ان شاء الله غندخلوه للفران، ياك فران ماشي ديال الضو ولا وانتو اللي كان عنده شي فران المهم يديرو. المهم انا غندخلوه فران عادي وغنزيد عليه واحد شويه ديال الزيت البلديه من فوق. كما كتشوفوا بحال هكا الزيت البلديه كتعطي الحوت للذا وزيت البلديه كلها الطياب ديالها لذيذ. المهم كما كتشوفوا كتجي لذيذه في الطياب، سمحوا لي. ودابا غندخلوها للفران وهانتوما معنا. بالنسبه لا نشفات ولا شي حاجه، واخا نزيد واحد القطره ديال الماء في الجنب ماشي مشكل وصافي. وغطيب على عافيه مهيله وان شاء الله بالصحه والراحه.